بسم الله الرحمن الرحيم. انا دكتور مصطفى جمال، مدرس جراحه القلب في كليه طب عين شمس. هكلم حضراتكم النهارده عن الـ Valvular Heart Diseases from the Surgical Point of View. الـ ILOs بتاعتنا النهارده هتبقى خمس بوينتس. اول بوينت to identify the common valve pathologies leading to surgery. تاني بوينت to know different types of management. Third point to highlight the various indications of surgical intervention in presence of different pathologies. ورابع point to know the different types of prosthetic valves and precautions taken while dealing with them. خامس نقطة تبقى to identify the heart lung machine and its benefits. Common pathologies leading to surgery. أول type اللي هو most common type in Egypt اللي هو rheumatic. تاني type ischemic, degenerative, infective endocarditis, prosthetic valve dysfunction, and other causes. The rheumatic heart. زي ما انتوا عارفين طبعا ان هو rheumatic heart بيبقى presented pancarditis, autoimmune disease 2-4 weeks after throat infection. بيحصل endocarditis involving the cardiac valves. Most common valve involved is the mitral valve, then the aortic valve, then the tricuspid valve, and rarely the pulmonary valve. بيحصل valvular thickening, restricted motion, leading to stenosis or regurgitation, and maybe sometimes vessel calcification. العيان بيجي presented بايه؟ هنعمل diagnosis clinical. Symptoms انتوا عارفينها كلكم اللي هما 6 types of symptoms. Symptoms of pulmonary venous congestion تبقى موجودة مع ال left sided valves, الأورطة أو الميتر. Symptoms of systemic venous congestion دي mostly مع tricuspid valve stenosis or regurgitation. Symptoms of low cardiac output بيبقوا presented مع ال aortic valve diseases. Chest pain بيجي أحيانا as a type of or sub type من ال low cardiac output symptoms. Palpitation بتيجي مع all valve pathologies. Of thromboembolic manifestations لو عندنا في أي thrombus اتكونت على ال valve. Signs most important بالنسبة لنا بيبقى البلس. احنا عايزين نعرف الـ rate and rhythm ونسمع الميرمر الموجود نكونفيرم بيه الدياجنوزس. عادة العيان بيبقى presented للكارديك سيرجون بيبقى موجود معاه ايكوكارديوجرافي، بس لازم نكونفيرم اللي احنا فيه عندنا باثولوجي فعلا الموجود في الايكو ده، فلازم نسمع العيان بالسماعة. Management how to manage rheumatic valve disease. أول management medical ده هتعرفوه من الكارديولوجي. ممكن interventional via catheterization. في بعض ال patients بنلجأ للكاتيتر اللي احنا نعمل لهم بالون valvotomy for example في حالات الميترال ستينوزس بيعملوا برضه الكارديولوجي. تالت حاجة اللي بيعملها الكاردياك سيرجون السيرجيكال مانجمنت الموجود بيبقى سواء بالريبليسمنت الميكانيكال versus tissue valve وهنتكلم فيهم بعد كده، أو repair أو بنعمل كوميشيروتومي في حالات الميترال أو الأورتيك ستينوزس، بس ده هيستوريكال حقيقة ما بيتعملش كتير. Indications for surgery. Severe native valvular heart disease. اول حاجة هنتكلم عنها هي severe aortic regurgitation. ده فلو شارت ممكن نطلع عليه لو حضراتكم عايزين توقفوا الفيديو وتشوفوه. بس احنا عندنا فيه خمسة بوينتس هنتكلم عليهم. لو عيان symptomatic وموجود معاه severe aortic regurgitation indication for surgery. عيان عنده low ejection fraction يعني الفانكشن بتاعت الكارديك muscle بدأت تتأثر، ده من المفترض اللي احنا نلجأ للسيرجري. لو عنده enlarged cardiac muscle سواء الانت هيستوريك دايمتر اكبر من 70 او الانت هيستوريك دايمتر اكتر من 50، او لو احنا هنلجأ الاوبن هارت سيرجري في مكان تاني هنعمل ميترال او هنعمل كابج فور اكزامبل ومعاها في سيفير اورتيك ريجرج فلازم نغير الصناعة. لو عندنا في سيفير اورتيك ستينوزس سيمتوماتيك هنلجأ للجراحة. ejection fraction اقل من 50 هنلجأ للجراحه. لو عندنا في بوست اكسرسايز تيست احنا بنعمل تيست للعيان نشوفه هل هو سيمتوماتيك مع الاكسرسايز ولا لا، ولو سيمتوماتيك هنلجأ للجراحه، ولو هنعمل برضو اي اوبن هارت سيرجري ثانيه هنلجأ للجراحه. سيفير مايتر ريجرج برضو نفس الانديكيشنز تقريبا مش هتختلف. لو عندنا سيمتوماتيك بيشنت او عندنا بيشنت لجأنا للميديكال تريتمنت وهو ريفراكتوري، يعني باختصار احنا عندنا الكاردياك فانكشن بدأت تتأثر او الكاردياك
ماسل نفسها او الكاردياك فوليوم بدأ يكبر، وبرغم الميديكال تريتمنت الانتنسيف بنلجأ برضو للجراحة. لو عندنا اسيمتوماتيك بيشنت بس عندنا في ال في ديس فانكشن بنلجأ للجراحة، ولو عندنا في بالمونر هايبرتنشن او في نيو اونست اي اف، ولو طبعا السبب الاخير الكومن في كل جراحات القلب لو احنا هنعمل اي اوبن هارت سيرجري في اي صمام تاني. بالنسبه للسيفير مايتر ستينوزس ده احنا عندنا لو بيتشخص لو الاريا بتاعت الصمام اقل من 1.5 سم، لو العين سيمتوماتيك برضه بنرجع الاول للقسطره نعمل بالون مايترال فالفوتومي، لو مش فيزبل او العيان ما عندوش الكرايتيريا اللي احنا نقدر نعمل معاها البالون مايترال فالفوتومي فبنلجا اللي احنا نستبدل او نعمل ريبير للصمام. الترايكاسبيد فالف الانديكيشنز بتاعت تغييره سهله جدا، لو احنا في عندنا سيفير ترايكاسبيد ستينوزس او سيفير ترايكاسبيد ريجيرج سيمتوماتيك، او عندنا سيفير ترايكاسبيد ستينوزس او سيفير ترايكاسبيد ريجيرج وهنعمل ليفت سايدد فالف سيرجري، او عندنا سيفير ترايكاسبيد ريجيرج وعندنا بروجريسيف ار في ديس فانكشن، هي مماثله تقريبا للسيمتومز اللي احنا اتكلمنا عليها قبل كده او الانديكيشنز اللي احنا اتكلمنا عليها قبل كده في الليفت سايدد فالفز. في عندنا سبيشال توبيك عن البروستاتيك فالف ديس فانكشن. البروستاتيك فالف اللي هو الصمام اللي احنا غيرناه قبل كده، يعني احنا عندنا في دلوقتي في صمام صناعي راكب سواء في اي بوزيشن في مايترال او اورتيك او ترايكاسبيد عليه اوبستراكتيف ثرومبس او اوبستراكتيف بانس، يعني الصمام مقفول بقاش فانكشن دلوقتي كانه عنده ستينوزس، او عنده سيفير بارافالفر ليك، يعني احنا في عندنا دلوقتي في ريجارجيتيشن في الصمام، او في انفكتيف اندوكاردايتس يعني في عندنا انفكشن موجود على الصمام فاحنا هنحتاج نغيره. وده هيقودنا لاحد الاسباب المهمه جدا 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 اللي هو الانفكتيف اندوكاردايتس سبيشال انديكيشن فور سيرجري. بنكلاسيفاي الانفكتيف اندوكاردايتس فروم سيرجيكال بوينت اوف فيو اكوردنج تو ذا سايت اوف انفكشن اند ذا بريزنس اور ابسنس اوف انتراكاردياك فورين ماتيريال. ليفت سايدد نيتيف valvular infective endocarditis او left sided prosthetic valvular infective endocarditis او right sided infective endocarditis او لو في عندنا foreign material زي pacemaker موجود جوه بيحصل عليه infective endocarditis احيانا. مش هنتكلم عن modified Dux criteria to diagnose زي ما احنا عندنا في لو في 2 major criteria او 1 major or 3 minor criteria او 5 minor criteria اكيد انتوا خدتوهم في الكارديولوجي بشكل اكثر تفصيلا. ده definitive diagnosis of infective endocarditis. بالنسبة لنا الانفستيجيشنز المهمة جدا بيبقى echocardiography and blood culture، وبنعمل other lab investigations بنعملها روتين قبل الجراحة، لكن المهم جدا الايكوكارديوجرافي سبيشال التي اي اي ترانس اسوفيجيال ايكو والبلاد كلتشر. مانجمنت اوف انفكتيف اندوكارديتس از ميديكال، برضه بيبقى كارديولوجيست هو المسؤول عن القصه دي، او سيرجيكال الانديكيشنز اوف سيرجري ليها كلاسيفيكيشن برضه نفس الكلاسيفيكيشن اكوردنج تو سايت، ليفت سايد نيتيف انفكتيف اندوكارديتس، ليفت سايد بروستاتيك انفكتيف اندوكارديتس، اند رايت سايد انفكتيف اندوكارديتس. السلايد دي شكلها مرعب انا عارف، بس الفكره كلها اللي احنا عندنا نبص على الهايلايتد باحمر بس. الريكومنديشنز فور سيرجري في الليفت سايد نيتيف انفكتيف اندوكاردايتس بيبقى لو عيان جاي بريزنتد بهارت فيلير او انكنترولد انفكشن او تو بريفنت ثرومبو امبوليك مانيفيستيشنز، دول الثلاثه ميجور انديكيشنز. الليف سايد بروستاتيك فالف انفكتيف اندوكاردايتس برضه نفس الاسباب، هارت فيلير، انكنترولد انفكشن، بريفنشن اوف امبوليزم، واللي عايز ياخد جراحه قلب بعد كده هو اللي يطلع على بقيه السلايد. رايت سايد انفكتيف اندوكاردايتس نفس الانديكيشنز، مايكرو اورجانيزم ديفيكالت تو ايراديكيت اللي هو ده بنتكلم عليه الانكنترولد انفكشن، بيرزيستنت ترايكاسبيد فالف فيجيتيشن اكبر من 20 مللي ده برضه بنتكلم عليه اللي هو نو بريفنت ثرومبو امبوليك مانيفيستيشنز، ورايت سايد هارت فيلير سكندري تو سيفير ترايكاسبيد ريجيتيشن يعني باختصار برضه تو بريفنت هارت فيلير، نفس الثلاث اسباب. السبيشال توبيك اللي جايه دي مهمه لاي خريج طب، دي يمكن اهم حاجه في المحاضره النهارده واخر يعني حاجه هتحتكوا بيها مع الناس اللي عاملين جراحات قلب مفتوح. عيان جاي لك في عيادتك ايا كان تخصصك
وهيبقى مركب صمام صناعي، هيتصرف معاه ازاي. There are two types of prosthetic valves, mechanical and tissue valve. حاجة الهايلايت تبقى احمر دي vital. الميكانيكال فالف needs anticoagulation for life. الـ INR target بيبقى 2 to 3. احنا عندنا الـ INR بتاع الانسان الطبيعي بيبقى 1. احنا بنديله ماريفان او اي anticoagulation oral بحيث ان هو يبقى الـ target INR بتاعه بيبقى من 2 ل 3. وده مهم جدا لو حضرتك بعد في تخصصك ايا كان، لو انت هتجري جراحة مثلا لمريض، ولما تيجي تجري الجراحة المريض دي محتاج اللي انت توقف له الانتيكواجوليشن بتاعه، يجب ان تلجأ لجراح قلب عشان يتحكم في الاي ان ار ده، عشان احنا بنوقف الماريفان ونمشي على الهيبرين، وليها رولز مش مجال اللي احنا هنتكلم فيها دلوقتي. على خلاف التيشو فالف محتاجش انتيكواجوليشن خالص، لو العيان مركب تيشو فالف ده مش هيبقى صوته مسموع ومحتاجش انتيكواجوليشن اطلاقا. الفرق الثاني بينهم المهم ان الميكانيكال فالف كان سرفايف فور لايف، يعني ممكن تركب الصمام يعيش معاه طول حياته. على الجانب الاخر التيشو فالف needs replacement after 10 years في بعض الاحوال 15، بس هو ما بيستحملش، فبالتالي بيبقى التارجت بيشنت بتاعه، هنط النقطه من 4، يبقى all patients او young patients desiring safe pregnancy اللي هي من غير انتي اوجليشن، في حين ان التارجت بتاع الميكانيكال فالف بيبقوا young patients اللي كان سرفايف لايف سبان بتاعتهم اطول شويه، فالصمام بيعيش معاهم فتره اطول. Both of them needs prophylaxis against infective endocarditis، بمعنى حضرتك دلوقتي هتلجأ لجراحه اخرى او عندهم اي نوع من انواع الانفكشن موجود، حتى التيث انفكشن وده الموست كومن بيسبب البكتيريال انفيجن للبلط، بيبقى فيه بكتيريميا معاه، لازم يبقى فيه بروفيلاكسيس انفكتيف اندوكاردايتس ببروبر انتيبيوتكس. دول نوعين الصمامات، الموجود على الشمال ده الميكانيكال فالف الاسود بوليكاربونيت، والموجود على اليمين ده والموجود على اليمين ده ده بيبقى التيشو فالف. المنطقه اللي جايه دي برضو سبيشال توبكس لطيفه جدا، اعرفوها بس كده، يعني ممكن اللي فيكم ممكن يشوف جهاز كبير موجود جوه اوضه العمليات، ده جهاز الكارديوباكوني بايباس. الفانكشن بتاعته زي ما هو موجود، الهارت لانج ماشين، هتقوم بوظيفه الهارت واللانج، دايفيرتس بلاد فروم ذا هارت اند لانجز ديورينج اوبن هارت سيرجري ميكينج بلادلس سيرجيكال فيلد. الهدف من القصه ان انا هوقف القلب واشتغل في بلادلس سيرجيكال فيلد. الهدف الثاني تقوم بدور اللانج، بلاد اوكسجينيشن، والثالث keeping proper blood pressure ودي الهارت فانكشن. دي السيركت باختصار الموجوده بتاعتنا. المنطقه الزرقاء اللي موجوده دي دي المنطقه اللي فيها دي اوكسجينيتد بلاد رايت اتريوم، بنخرج منه كانيولا فينس ريزرفوار، بتروح على المنطقه نمره 1 اللي هي الاوكسجينيتور اللي بيقوم بمهمه اللانج فيعمل اوكسجينيشن للبلاد، بتروح بعد كده الارتيريال بامب. الارتيريال بامب بتقوم بدور الليفت فنتريكل، وبعد كده تودي بكانيولا ثانيه جوه الاورطه، وبالتالي انا عزلت خالص السيركيوليشن الداخليه للقلب اللي هي الدوره الدمويه الصغرى بتاعته اللي فيها الار في الرايت فنتريكل والال اي ليفت اتريم والال في ليفت فنتريكل. في سيركيوليشن ثانيه بتدور بره اللي هي الكارديوتومي ساكشن، دي الهدف منها ان انا ما اخسرش اي بلاد من اللي بيوصل من القلب عن طريق اي اكسسوري سيركيوليشن البالمونري فيزلز مثلا. زي ما احنا اتكلمنا السيركوت بتتكون من فينس لاين، يروح لفينس ريزرفوار، بيروح لاكسجينيتور وهيت اكستشينجر، هيت اكستشينجر هدفه ان انا اسقع او اسخن الدم اكوردنج للحاجه، يروح لارتيريال بامب بتقوم بدور الهارت كده ارتيريال فلتر، وبعد كده يرجع تاني على الاورطه. ده الجهاز بتاع الكارديوبالمونري باي باس، والسيركلز اللي انتم شايفينها دي هي دي اللي بتقوم بدور البامبس الموجوده، سواء هي المين بامب اللي هو بيقوم بدور الليفت فنتريكل او السكشن بامب اللي هي بترجع الدم تاني للريزرفوار عشان يرجع تاني في السيركيوليشن بتاعي. Thank you. شكرا جزيلا.